أهلا بيكم وفقرة جديدة مع الطبيب، فقرة مهمة جدا وعنوانها الأمل. كلنا عندنا أمل، وكلنا طبعا أملنا ده هو اللي بيصبرنا لبكرة وبعده وبعده، لأن لو مفيش أمل مش هيكون في صبر. حلو قوي إن أنا أجرب مرة أفشل، أجرب التانية أفشل، ولكن ساعات ما ينفعش أجرب كتير في حاجات بتكون شوية يعني بتلعب على حاسة العاطفة، ومنها طبعا هو تجربة فشل الإنجاب، ان انا اجرب يكون عندي مولود ويحصل فشل، اعمل حقن مجهري مره تانية ويفشل. ده كله بيضغط على اعصابي، بيضغط على البنديات، بيضغط على ممكن يكون العمليات دي بتاثر عليا انا داخليا في جسمي كمان. عشان كده النهارده احنا عايزين نعرف يا ترى ايه اللي ممكن يفشل عمليه الحقن المجهري، ومش بس عند الزوج، لا كمان الزوجه، يعني الاثنين لازم يكونوا مع بعض عند الدكتور المتخصص اللي هو يوصلهم للنقطة الصح. خلينا بقى ناخد المعلومة المهمة الصريحة اللي مفيش بعدها تاني معلومة، عشان مفيش حد يضللك، لان احنا قلنا ان الموضوع ده دقيق ويعني حساس شوية. ايه رأيكم النهاردة نرحب بضيف حلقتنا المتميز؟ الناس خلاص كلها بقت بتستنى تشوفوا معانا، استاذ دكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه النساء والتوليد والذكورة والعقم، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة. اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بيك. الأمل حلو طبعا، ولكن التجارب لازم يبقى لكل حاجة ما يوافقها، يعني ما افضلش اجرب في حاجه ممكن تلعب على اعصابي وعلى ان انا يكون معايا طفل، افضل اجرب سنين، صح ولا غلط؟ نعم طبعا، احسن طريق للوصول للهدف طريق مستقيم، الخط المستقيم طبعا. الناس بقى اللي هي فاكره ان انا جربت مره فشل حقن مجهري، جربت التانيه اقعد في بيتي، دي احنا ممكن نوجه لها رساله نقول لها ايه؟ طبعا ده بيصيب ناس كتير قوي الياس، بسبب ان عملية الحقن المجهري بتحمل ضغط مادي واجتماعي رهيب طبعاً على الزوجة بالذات، وحياتها بتهدد، وفي كتير من الأسر بتهدد بالفشل بسبب فشل عملية الحقن المجهري. لكن هي دي مش آخر المطاف. أولا كتير قوي بحضر ستة ده حقن تحضير للحقن المجهري، ولما تنزل الدورة تعليلي وتجيني حامل كتير، وبقى لها مثلا 10 سنين، إرادة ربنا. كتير قوي من السيدات نعملها حقن مجهري وتفشل عملية وتجيني بعدها بشهر اتنين حامل طبيعي. كتير طبيعي. وفي بيسمعونا ناس كتير كتير كده. فلما تفشل عملية لابد ان انا احاول تاني وتالت لغاية ما ربنا يكرمني، لان برضو في مشكلة ان لما بتفشل عملية الاتنين بيسكتوا شوية لغاية ما الست تخش في 38 و40 سنة ويجي يقول لك السن بيكبر، احنا عايزين نعمل يا جماعة ليه، انت اخر محاولة امتى؟ من 6 سنين. 6 سنين كانت تفرق في نسبة النجاح. يأس طبعا، ما هو ده يأس، ما هو ده اللي احنا بنقوله. من وجهة نظر حضرتك الطبية العلمية، ايه سبب فشل عملية الحقن المجهري؟ في اسباب كتيرة جدا، وانا بقول دايما ان طالما في زوج في حيوان منه واحد وزوجة فيها بويضة هناك امل. طبعا ربما الامل ده يبقى قليل شوية، لكن ما زلت عندك امل. ومهم اول ما تيجي الست ليا مثلا، جاتني ست 42 سنة، المهم أو أقول لها الحقيقة، أنت ما فيكيش أمل، هقول لها عشان ما تدوخش نفسها طبعا، وفي أمل 2% 5% يمكن دي اللي تنجح، أدي لها الاختيار بقى. أنت عندك أمل كل 100 حالة زي تنجح 5 طبعا، خلاص يمكن دي من 5. بما إن في أمل يبقى ممكن يبقى يكون 46 في نسبة سنة نجاح. عندنا وإلها نسبة نجاح 5%، هي اللي نجحت طبعا. فعليهم إن هم يحاولوا، عليهم إن هم يطلبوا من ربنا، يدعو ربنا، يطلعوا صدقات ويروحوا للدكتور الصح. طبعا حضرتك اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه او سلسله حلقات، قلت ان ممكن حاجه دقيقه قوي بسيطة، يعني زيت الضوء على ما اعرفش ايه، حركه ايد، اي حاجه إيد بسيطه، دكتور بيناول دكتور، اتهزت بس القسطره كده، طاروا الاجن خلاص كده. مع السلامه. يعني ده بيرجع طبعا للخبره، الخبره طبعا، والاهتمام بالمريض، احساسك ان المريض ده هان كتير قوي عشان يوصل لمرحلة الزرع طبعا، فخليك تبقى دقيق. احنا حتى في النقل انا بطفي كل الانوار، يا خبر، شوف انا خايف حتى من الضوء، بعتبر ده اعاقة للحمل. يعني ابسط الامور، اوضة النقل والمعمل طبعا لابد يكون بيوروفايد منقيين جدا،
كل انواع الاتربه، الميكروبات، الفيروسات، عوامل كتيره كتيره جدا. غير المريضه بتاكل ايه، جوزها بيدخن ولا بيدخنش، عندهم السكر، عندهم الضغط، بياخدوا ادويه ممكن تعمل تشوه في الجنين ويفشل. حاجات كتيره قوي. عند حضرتك داخل المستشفى الولايات العربية المتحدة تقنيات حديثة بتكتشف بيها يعني اكتشافات هي اللي بتعرقل التأخر ده أو الفشل، وممكن يكون محدش مكتشفها قبل كده. التقنيات دي زي ايه؟ يعني ايه الاكتشافات الغريبة؟ لما بتيجي سيدة عملت قبل كده وفشلت أكتر مرة بنخاف قوي من كذا فاكتور. بجيب الزوج، حلو، كان عنده صديد عالجه الأول، بياخد مخدرات، بطل بيدخن، يبطل او يقلل او 3 في اليوم مثلا، مش أوكي. قادر. بتيجي الزوجة عندها سكر عالجها، اكتشفت عندها بقى المهم قوي جهاز المناعة اللي بيهاجم الجنين او يهاجم البويضة حتى في بعض الحالات. أوكي. لابد اعمل فحوصات جهاز المناعة. اجي اعمل سونار رباعي وثلاثي الابعاد عشان اشوف في ورم ليفي صغير ممكن يكون هو السبب. هو السبب يعني حاجة بسيطة بس هي اللي موقفها. بالمرة هي جت كده، اما يكون في اورام اللي فيها بعيدة عن بطانة الرحم احنا بنقول ملهاش تأثير. بس جاتني ست عملت قبل كده وعندها ورم ليفي بعيد عن بطانة الرحم وفشلت. انا اللي ممكن اعملها لها تاني لابد اشيله. اوكي. مجرد الشك، مجرد الشك ان ده يبقى عدو ليا لابد ان انا هاجمه. طبعا الامريكان بيهاجموا اعدائهم في افغانستان بره، ما بيستنوش يهاجموهم على الاراضي الامريكيه، انا بهاجمه على ارضه. استنى طبعا، فما ينفعش اعمل واحده فشل عندها الحقن المجاري وعندها مثلا اورام اللي فيه، واحده ما كانش باين قوي ان عندها انتفاخ في الانابيب، لابد اعملها منظار واتعامل مع هذا الانتفاخ تبع وجوده. لو كان عندي التهابات في عنق الرحم ممكن تكون حتبات بسيطه قوي، حاجات بسيطه ومحدش مكتشفها وللاسف هي دي السبب في الفشل. اعالجها، ممكن ادي للست انقلها تاني مره تحت مخدر عام لان هي ما بتتحملش النار وبتصرخ وبتتالم، تخلي تعمل قبضات في الرحم تطرد الجنين بعد ساعه. طبعا عوامل كتيره قوي الواحد بيقعد يفكر فيها في حاله الفشل قبل كده، مش زي اي واحده جاني فشلت عندي انا شخصيا حاله. انا لابد استفاد منها، بأجيب الفايل بتاعها وراجعه. اوكي. طب دي كان ممكن في الحاله دي البويضه ما كانتش كويسه. طب لا خدي علاج الاول ست شهر شهرين ثلاثة. لان انا لقيت مثلا جايب لي 15 بويضه وما اديتش 2 اجنه. الحاله المناوية كويسه وانا واثق ان انا اللي انا عملته كويس. أوكي. يبقى الست ديت بويضاتها مش كويسه. ربما عندها او ما مشيتش على التعليمات مثلا كويس. ربما عندها تسمم بالرصاص. ربما بتاكل اسماك تونه كتير وعندها زئبق. ربما عايشه جنب ترافيك، جنب المرور، اشاره مرور. دي معلومات مهمه. وجي لها رصاص. ايه موضوع اشاره المرور؟ اشاره المرور العربيات بتقف في المرور وبتطلع رصاص، فالرصاص بينتشر في المحيطين به، فالناس ديت معرضين لتسمم بالرصاص بدرجات مختلفه. لا جديده المعلومه دي خالص بقى يا دكتور. يعني ست مثلا، يا ست بيت وبتحب جوزها وبتحب تاكله كتير وتقعد تغسل بالحاجات اللي انا ما اقدرش اذكر اسمها، منظفات الاورجانيك العضويه، وبتغسل بيها وبتنظف وبتاع، وتدي تخسر لبويضه. ده انت كمان يا دكتور يعني بتعمل لها احاطه كامله. لسه منقوله انشاءه جديده مدهونه بالبلاستيك، والبلاستيك ده بيطلع لي مواد سامه منها رصاص ومنها الحاجات ديت. بتاكل اكل مرشوش. بنقعد ندي حاجات تلغي اثر هذه الاشياء. النهارده الحلقه مهمه جدا. انا نفسيا باكل حاجات وعارف ان غالبا دي بتاثر فيها، في حاجه عارف. انا متاكد. ولكن هعمل لما ايه؟ اكون عايز اعمل طريقه ان انا اعادل هذه السميه. حلو جدا. دي اللي بنقول عليها للمريضه وبنقول عليها لزوجها، وعشان كده بتنجح تاني مره عندنا وبتنجح تالت مره. لسه عندي اخت اسمها حنان عندها 3 بنات وجايه عشان ولد، وظروفها صعبه قوي بصراحه. من الزيتون اول مره فشلت، ما جابتش غير جنين ذكر واحد بس، وبرضه زرعته فشل. ترى مره ما جابتش ذكور خالص. انا قلبي اكلنا عشانها، عملت لها ثالث مره مجاني. كانت احنا عندي، احنا عارفين ان ده في داخل كانت عندي امبارح اول مره عادي، تاني مره تخفيض، ثالث مره مجاني. انا فرحت فرح ملوش حدود ان ربنا كرمها بعد 3 مرات. غيرت تبع للحاله ديت. انت لابد تاخد خبره من الحاله نفسها لنفسها. ده هي كده النجاح يا جماعه. بصوا يعني
السائل اللي احنا ممكن نستخدمه اللي هو الغسول، اشاره المرور، معرفش ايه، حاجات كتيره قوي يعني جديده. نعم حضرتك نعم بتمشي نعم. عليها بجد. انا شايفه ان ده نجاح كبير قوي لوحده، ان انت بتهتم بحاجات ممكن يكون واحد مش واخد باله منها، بس دي اهم حاجه. نعم. طيب نعم. في حاله معانا، انا عن نفسي مبسوطه جدا ان التقرير ده هيكون معانا، لان انا شفته قبل ما نعرضه على الشاشه ومبسوطه جدا وعايزه ابارك لهم. بس ايه رايكم نشوف التقرير ونرجع لكم مره تانية نبارك لهم كلنا مع بعضنا. مستشفى يونايتد اراب ستيتس، طفلك في امان. مستشفى يونايتد اراب ستيتس تستقبل جميع الحالات الحرجه وجميع الخدمات والفحوصات، لاننا بنقدم رعايه طبيه على اعلى مستوى من الدقه للأطفال حديث الولادة والمبتسرين بأحدث أجهزة مراقبة الأطفال والتنفس الصناعي. نستقبل الأطفال منذ لحظة الولادة ومن سنة إلى 5 سنوات لعلاج الصفرة وبمتابعة من فريق متخصص من الأطباء لحظة بلحظة لنوفر لطفلك الرعاية الكاملة. مستشفى يونايتد أراب ستيتس، طفلك في نن عنينا. مستشفى يونايتد أراب ستيتس للرعاية الطبية المتكاملة. الخط الساخن 199-24. مستشفى الولايات العربية المتحدة، مستشفى عالمية بعقول مصرية. فرحة بعد 10 سنين، تخيل بقى الفرحة دي كانت عاملة ازاي؟ كانت عاملة ازاي يا دكتور الفرحة دي؟ شوف هي ده انت بتشوف حاجات حلوة قوي، فرحة ما ينفعش انا ولا انت نفرح. طبعا فرحة لرجل أصابه الإعاقة، حادثة يعني، هي حصلت له حادثة، قصته تراجيدي هو وصباح. هي عندها حصل لها حاجة تانية مش هذكرها، لكن هو كان في الجامعة وولد متهور خبطه ومشي ولا يعرفه ولا عمل حاجة، يعني ملوش ذنب، وبقى قاعد وأصيب بتأخر الحمل 10 سنين. يعني الحادثه مش بس اثرت عليه اللي هو بقى متقاعد، لا كمان ما انجبش، ان هو ما انجبش طبعا بسبب هذه الحادثه. عليكم كان في عونه، فربنا كرمه بولد وبنت، دي حاجه بالنسبه له ربنا كرمه كبير طبعا. وبيعوض وتعوضاته ما فيش زيها، خصوصا لما بيستخدم يعني دكتور، يعني هو يعني ده الوسيله اللي ما بيننا وما بين ربنا، ان هو عنده خبره ان هو يوصلنا لكده. 10 سنين عملوا ايه في ال10 سنين؟ وكانت الدكاتره بتقول لهم ايه؟
اولا هو بس بالمناسبه انا ما عملت معاها تسجيل، عملت تسجيل من قبل ما نعمل العمليه. سجلت مع اتفقت معاها ان احنا نسجل وكده. فبقول لها صباح ليه انت اتجوزت واحد قعيد وكده؟ قالت تقدم ناس كتيره وانا قررت ان انا اعيش مع هذا الرجل. جميله. قررت ان ده يكون سبب دخول الجنه. دي حاجه في الـ في الـ في القصه بعيد عن الطب. طبعا هم عملوا تقريبا اعتقد 5 أو 6 مرات في خارج الابن فشل الجوني. فشل الحقن المجاري. وفشل الحقن المجاري وجوم الاثنين، وانت لابد تتعاطف مع كده والا ما تكونش انسان. طبعا لابد تتعاطف. الحاله دي دكتور كانت سحب سحب خصيه؟ لا سائل منه بس ضعيف جدا. اوكي. كان ضعيف جدا واديته علاج قبلها هو وصباح. حضرتهم حوالي شهرين قبل العمليه. شهرين تحضير. وعملت كل الفحوصات اللي انا ممكن متخيل وكل الاسباب اللي ممكن تولد تاثر على العمليه. عملت لهم الحقن المجهري وانا بدعي ربنا وببكي عشانه. طبعا. لانه محتاج للولد اكتر مني، اكتر من السليم. طبعا سند. سند لواحد محتاج واحد. خصوصا حالته دي. طبعا. فعملت لها اول مره فشلت للاسف. وما جابتليش غير 2 أجنة وزرعتهم. اللي انا بقول لك عليه بقى انك انت لابد تستفيدي من هذا المريض نفسه لنفسه. يعني شوف ايه اللي ادى للفشل. اعيد ايه اللي ممكن تعمله لهم احسن من كده. طبعا محمد قال انا ما عنديش هعمل. صباح يأست. انا شخصيا اتصلت بهم في طنطا، هم من طنطا، وقلت لهم تعالوا وشجعتهم وجم على مضض. يعني حضرتك اللي اتصلت بيهم تاني؟ اتصلت بهم. وانا عارفه ان حضرتك في المره الثانيه بيبقى فيه تخفيض في العمليه. لا هو يعني الحقن المجهري حضرتك بتقول هو اول مره. هو اي واحد عنده اعاقه في مصر او في اي دوله عربيه لا ناخد اي اجر في اي حاجه خالص. معقول؟ يعني احنا بنقولها مش افتخارا، احنا بنقولها عشان لو حد عنده حد معوق احنا بنقول اهوت احنا بنعمل عمليه المبلغ بتاعنا احنا بنتنازل عنه، ولا كشف بيدفع كشف ولا اي حاجه، عليه التحاليل بتاعته وعلاجه ومنظره بس. ده ربنا يكرمك. يعني اي حد بس عنده دي مش بنعملها للمنظر. احنا بنقول عشان لو حد عنده اعاقه او حد يعرف عنده اعاقه وما بيخلفش احنا بنشيلها، وان شاء الله يعني ربنا يساعدنا. طبعا ربنا. ده انت ربنا يعني يكرمك اللي انت بتساعد الناس دي. والناس ديت لها رعايه خاصه عندنا. طبعا. يعني انا كطبيب احيانا ببقى عصبي. ضغط الشغل ناس نرفزتني وكده، وتيجي انت تكشفي يعني مثلا ممكن بقى اتعصب عليك. لكن هم اول ما اعرف ان ده جاي اغير نفسه، لابد اقابله بالترحاب وكل الناس. لابد كلن ده جاي من عند ربنا يعني. ما علينا. دي نقطه اجتماعيه شويه. فعملت له تاني مره، زرعت له 3 أجنة، ربنا كرمنا في الاثنين ده، وكانت فرحه بلا حدود. فرحه من صباح، فرحه من محمد، فرحه مني، فرحه من الناس اللي عندي في المستشفى. وربنا يكرمهم بولد وبنت توأم في الأول. توأم يعني طبعا عملت لها رب. عوضهم. كانوا بيجوني محمد انت شايفاه بيجيب صباح كل أسبوعين من طنطا علشان بقيت خايف لا يحصل لهم إيجاد. وربما دي الفرصة الأخيرة، لكن ربنا كرمنا بولد وبنت، ربنا يبارك لهم. أعتقد ما بقى لهم يجي 2 سنين دلوقتي محمد. محمد وصباح. بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله نجيبهم. محمد هنجيبه ونسجل معاه ومع أكيد الواد أكيد الواد لازم والبنت لازم ونشوف حاجة زي كده. وما شاء الله له 3 أجنة بقى كمان عندي. يعني ممكن بس ربنا يبارك له في دوهم. بس حلوين يا دكتور، حلوين. ربنا يبارك له في دوهم. قولي دكتور، لما هم خلاص يأسوا من اول مره اللي هي عند حضرتك، ولكن هو حصل فشل قبل كده في مكان تاني، وايه اللي يخلي حضرتك تتصل؟ يعني في مشغوليات عندك وحضرتك بتقول انت بتعملها مجاني لاي حد معاق في اي دوله يا جماعه عربيه او في اي مكان، اي حد عنده اعاقه وده اللي مأخر الانجاب، حضرتك بتساعده وبتعملها له مجانا. في وسط المشغوليات اللي انت فيها وفي وسط الضغط، واحنا عارفين نجاحك يعني الناس بتجيلك من كل الدول، ايه اللي خليك ترفع سماعه على حد وتقول له يلا تعالى لي تاني؟ ماري ده رسول ربي الي. ده ربنا بعته لي ليا. يعني لو رئيس السيسي دلوقتي بعت لي وصاني على واحد مش هنام طول الليل. طبعا. ما بالك برب رب الارباب سبحانه وتعالى. سبحان الله. الراجل ده فشلت العمليه وهو عاملها مجاني، فمع نفسيته محرج انه يجي تاني.
النقطة دي أنا مراعيها، فلابد أن أتصل بقول له تعالى وإحنا حبايب وإنت وأنا هاخد منك بعد كده أشجعه. شجعته كانت النتيجة كده. الإنسانية حلوة مع العلم. نعم. العلم لوحده من غير إنسانية ممكن طبعاً. يفشل حاجات كتير طبعاً. بشكرك جدا يا دكتور ونورتنا ودايما يا رب في نجاح. شكرا. نشكر أستاذ دكتور محمد مقبل استشاري ودكتور النساء والتوليد والذكورة والعقم، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة. أشوفكم على خير إن شاء الله.